هذا يسأل عن التأمين الإجباري على السيارة وعلى غيرها، إذا كان إجباري تدفعه ضريبة على أنه ضريبة، ولا تستعمل التأمين. إذا حصل عليك شيء أنت تقوم بالغرامة، أنت تقوم بالغرامة، ولا تحمل الشركة تأكل أموال الناس بغير حق، أنت تقوم بالغرامة التي تلزمك من جراء الحوادث، وتدفع التأمين على أنه إجباري، باب الضريبة يكون.